Если к вам Франсис Гимнастисон, что вы лябит كده شباب. انا حد كده لي في التعليقات لعبه مطعم, وانا قلت الصبح يا شباب لما صورت الفيديو, يعني في حد كتب لي تعليق في التعليقات عايز لعبه مطعم, فانا طبعا هنزل عن اللعبه, فياريت تكتبوا لي تعليقات اكتر واكتر, محدش واحد بس اللي يكتب كلكم, بس لو حد واحد فضل كده لغايه ما عندي مشتاقين كتير وتكتبوا لنا تعليقات شباب, عايزين تعليقات كتير وحاجات كتير. وخلينا نبدا ماشي احنا كده بنعمل مطعم. ايه ده, وليه الشاشة بتقف مرة واحدة كده؟ ايه ده, فيها كرسي. خلينا نحطه كده يا شباب, نعمل المفروض ثانية. دي ما كانت حاجة, يعني كانت حاجة زي أكل شاي. ورجعنا لكم شباب. طبعا عملنا أول طلب لأول واحدة لينا تجينا في المحل. المفروض إن احنا نطور من نفسينا. خلينا ندخل هنا. شكرا لك, ان انا ماريا, تهنيني على افتتاح مكانك الجديد. اريد كوبا من الشاي من فضلك, واريد بعض الايس كريم ايضا. هل تفضلين ايس كريم فانيليا؟ سيكون هذا رائع, ساكون قادرة على طلب شاي والايس كريم من فضلك, احصل عليها. الايس كريم حطه هنا كده. فين نحطها؟ نحطها هنا كده. ماشي حدا, مهلا. شكرا, انا احب الايس كريم, ولكن صديقي بن لا يحبه. فكرة رائعة, سوف اتأكد من انه احنا هعدي كل ده. خلينا نبدأ نعمل ايه ده, مستوى جديد, مش حاجات جديدة. ماشي نحط هنا, هيا صح نحطها كده. نعمل كمية من نعمل كمية من الكراسي وكده. كده نحط كرسي مثلا هنا, نسيب مسافة ونحط كده, ونجيب كرسي نحطه كده حلو, ونجيب كده تاني ونحطه هنا. ورجع لكم يا شباب. طبعا في ناس عايز حاجات. مرحبا, ماشي نعمل لهم كل حاجة. ماشي ايه تاني؟ دي عايزة حاجة. انا انتظر ان تبدأ في تقديم الكب كيك. كب كيك في شيء عايز يتعمل. ايوه صح, كنا ناسيين دي. مش معانا فلوس ولا معانا؟
خلاص مش عايز. لا ثانية ماشي كده كده بتاعت الكب كيك اتعملت. لا المفروض نروح نعمل نعمل الكب كيك. في حد تاني؟ ايه ده؟ عايزة ايه دي؟ سوف انتهي. سوف انتهي ايه؟ سوف انتهي ايه؟ مش عارف والله سوف انتهي. شوف عايزين نعمل مكان اكتر. نعمل كده. نعمل كده. نعمل كرسي. نحط المفروض دي احتياطي عشان لو عايزين نعمل حاجة مثلا نحطها كده في الآخر. ونشتري ايه مثلا؟ معدات. فود رائع. عايزة ايه؟ ممتاز ان ادرين ما الامر المشترك بين الرجال. كب كيك. مرحبا نحن نقدم. واحد فقط لتكفي. المفروض نديها نديها طلب الكب كيك لطلبته. مستوى اتنين ماشي. وبنينا حاجة جديدة. عملنا ايه ده؟ بس بس كده. حاجة تاني بس كده. شش الشاي الاثنين بس. شو عندنا؟ ما عندناش فلوس. مفلسين احنا يا جدعان. مش اي حاجة. فتح الان. نعم ماشي. فلوس. ماشي حلو. فلوس. مطعم فيه حاجات. كب كيك. شرطي جاي. شرطي جاي. شباب يعني لحد ما شباب الحد طلب اللبن يعني اسمه ايه ده. هي دي فعلا لعبة مطعم لكن هي منوعة من حاجات كتيرة يعني من كب كيك وحاجات زي كده يعني مش او ممكن يعني هي مطعم للحاجات اللي هي زي الشوكولاتة الكب كيك وكده. مطعم كده يعني ما لقيتش غير اللعبة دي يعني. ممكن ان هي تكون لعبة جميلة بصراحة بس محتاجين كب كيك. كب كيك. الشاي. عايزة شاي. ماشي نعمل شاي كده بسرعة. حد طلب شاي. يا ستي ليه دي جريت؟ مش دي كانت عايزة شاي؟ طلعت تجري. المفروض احنا نعمل ايه؟ احنا بقى نشوف ال... اجل لقد قاعد اسمه
من ثلاثة، من ثلاثة هنعمل صواريخ، من ثلاثة حاجات جديدة. واو حاجات جديدة، تلاجة 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 تلاجة. خلينا نحطها هنا كده، هي بتعلق. حسنا في ايه؟ لا انا عايزه بكم مع بعض. ايه ده؟ ايه الغلاسه دي؟ زرع صغير. ايه شاي الانجليزي؟ انا مش عارف ايه ده، والله غلسة خالص. جيد، عايز فلوس. او نعمله مع بعض. ايوه شاي انجليزي والنبي. الو مش كان واحد ماشي عايز كب كيك؟ تمام نعمل، بس الطلب جاهز. شكرا. اربعة كاش وهنلفل. خلاص مش، لا مش هنلفل بس هذا كيك. خلاص اللي طلبت مفيش، ليس لدينا بعد الامريكاني. لا مش عايز، مش عايز الاسبرسو. ماشي يا ريت بس الناس يكونوا مستمتعين. طبعا شباب طبعا يا ولاد دي نهاية الفيديو. طبعا يا ولاد، طبعا يا بنات، كده احنا وصلنا الى نهاية المسيرة بتاعت الفيديو. فيا شباب يعني الفيديو لو استمتعت فيه لايك، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات. خلينا نحضر كب كيك. الست دي انا كده ضربك. شكرا شكرا، خلاص رائع ماشي. ويلا لايك واشترك في القناة. يلا.